طبعا لا ننسى الدور الكبير للمرأة الفلسطينية في تحقيق المصالحة الوطنية، فقد أثبتت جدارتها في جميع الصعد وتقلدت جميع المناصب، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون لها دور فعال في تحقيق هذه المصالحة. وبلا شك فالقانون الأساسي حدد لها نسبة حتى في صعيد الترشح، ولكن احنا نأمل أن تكون هناك نسبة أكبر وتكون هناك انتخابات فلسطينية على أساس أنه يكون لها دور والمشاركة في هذه الانتخابات. بلا شك نحن كما نعلم جميعا أن هناك عدة عراقيل وعدة صعوبات لتحقيق هذه المصالحة، وكما نعلم جميعا أن هناك في اختلاف في الرأي بين الأحزاب السياسية في الوصول إلى رأي موحد من أجل تحقيق هذه المصالحة، ونأمل أن يكون هناك رأي موحد لأن الوطن أكبر من الاختلافات.